افتتح البازار السنوي للأشغال اليدوية والفنية الذي أقامته جمعية مورد في محافظة اللاذقية لمدة 3 أيام، والذي ضم عدة معارض من جميع المحافظات السورية. جمعية مورد تأسست بالشام بعام 2003، بس نحن بنغطي كل المحافظات السورية. وقت بنعمل معرض دائما نحن بنخبر كل الستات يلي هنن بشبكة الأعمال يلي عنا، بنقول لهم في معرض، وكلهم بيروحوا من محافظة لمحافظة تانية. في عدة أهداف لهالموضوع، أول شيء بيسوقوا لمنتجهم بمحافظة تانية، ثاني شيء صدقيني كل الستات يلي شايفتيهم بياخذوا تواصي لمدة سنة لقدام للبضاعة يلي عندهم، ثالث شيء عم يعملوا شراكات كتير حلوة، رابع شيء المنافسة الإيجابية يلي بتصير هون، يعني كل وحدة بتطلع في ستات بيشتغلوا مثل بعض، بتطلع إنه ليش منتجة أحسن منتجي، بتصير السنة الجاية بتحسن شغلها، بتحسن المنتج تبعها، هي التنافسية الإيجابية أنا كتير بحبها. بحاجة لهيك نوع من أنواع المعارض لحتى يصير في تشارك تنمية اقتصادية وعلى الأخص بتعزيز دور المرأة. شغلنا كله بالهاند ميد، بالتطريز، أعمال يدوية، عنا قطع كل شيء، يعني كله شغلنا كتير حلو. ليش؟ لأنه بصير في كتير تقارب، يعني هلا مثلا ست حسن، الست ياسمين، صفية بالنسبة لنا كتير غاليين، يعني بنستناهم من السنة للسنة ليعملونا البازار. يعني نحن بنقول لهم امتى بدكم تعملونا باللاذقية، امتى بدكم تعملونا باللاذقية. بعمل صوابين على الطريقة الباردة، طبعا انا شيخ كار بحرفة صناعة الصابون الطبيعي والمواد التجميل الطبيعية كمان. بعمل الصابون الغار على الطريقة الباردة، صابون زيت الزيتون، طبعا كل صوابيني معمولة من زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت جوز الهند على الطريقة الباردة، وكمان بإضافات طبيعية مثل طين البحر الميت، مثل حليب الماعز، حليب الجمل، كله شيء شغل يدوي. مهمة تعريفية بأحدث الأجهزة العالمية الموجودة بمركزنا وأحدث المواد الجديدة، لهيك لازم العالم يكون عندهم فكرة عن الأجهزة الجديدة اللي داخلة على سوريا، ومواد الفيلر والبوتوكس والبلازما وأحدث العلاجات الجلدية والتجميلية. جايين هون من اللاذقية، عندنا المعمل موجود بجبلة، عندنا شي 30 حتى 40 صنف عارضين هون، وعاملين خصومات بتصل حتى 30% بمناسبة المعرض هذا. تفعيل وتطوير دور المرأة في التنمية الاقتصادية هو الهدف الأساسي لهذه الجمعية، بالإضافة إلى دعمها لخلق شراكات ومنافسات لتسويق منتجاتهم إلى المحافظات الأخرى.